تزوج عبد الملك بن مروان لبابة بنت عبد الله بن جعفر، وكنيتها أم أبيها، وكان عبد الملك أبخر، فعض تفاحة ورمى بها إليها فتناولت سكينا، فقال: ما تصنعين بها؟ فقالت: أميط الأذى عنها. فطلقها فتزوجها علي بن عبد الله بن عباس، فضربه الوليد وقال: إنما تتزوج بأمهات الخلفاء لتضع من شأنهم. وكان علي بن عبد الله بن عباس أقرع لا يخلع قلنسوته. فبعث الوليد بن عبد الملك جارية وعلي جالس مع لبابة، فكشفت رأسه على غفلة لتري لبابة ما به، ففطنت لبابة لما أرادت. فقالت لها لبابة: قولي لمولاك هاشمي أقرع أحب إلينا من أموي أبخر.